مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمثيل البيانات 2، وهو تمثيل البيانات بأعمدة بيانية مزدوجة، وأيضا سوف نفسر مجموعتي بيانيا ممثلتين بأعمدة بيانية مزدوجة. طبعا التمثيل بالأعمدة البيانية المزدوجة نستخدمه في تمثيل البيانات لما يكون عندنا مجموعتين يجب دراستهما على الرسم البياني نفسه، يعني نرسم على نفس الرسم البياني. وتمثل بطريقتي الأعمدة البيانية المزدوجة بعمودين متلاصقين مختلفين في اللون. نذهب إلى تحدي 1 صفحة 70 من الوحدة 20 الدرس الثاني. الرسم البياني المجاور يمثل نوع العصير المفضل لدى مجموعة من الذكور والإناث. طبعا إحنا عندنا رسم بياني هون مكتوب هنا ذكور باللون الغامق والإناث باللون الفاتح. نلاحظ هون أنه الأعمدة مختلفة، كل عمودين متلاصقين مختلفين باللون حسب الذكور والإناث ولونهم. نذهب إلى ألف، ما عدد الذكور الذين يفضلون عصير التفاح؟ نذهب للتفاح وبنرى أنه يمثل هون بالنسبة للإناث عندنا 5، لكن بالنسبة للذكور عندنا 2. إذا الذكور هو بطلب منا الذكور، إذا طالبين 2. أي أنواع العصير هو الأفضل تفضيلا لدى الإناث؟ بنذهب إلى الإناث لونهن الفاتح. الإناث أطول عمود هون اللي هو عصير الليمون، إذا عصير الليمون. الليمون كم يزيد عدد الإناث اللواتي يفضلن عصير البرتقال على عدد الذكور الذين يفضلون هذا النوع من العصير؟ طبعا عصير البرتقال هيو هان اللون الفاتح إناث عددهم 2 والذكور عددهم 1، 2 ناقص 1 يساوي 1، إذا كم يزيد لأنه ناقص بيطلع لنا العدد 1. ثاني، سؤالت مجموعة من طلبة الصف الرابع مجموعتين من طلبة الصف الثالث عن نوع الرياضة المفضلة لدى كل منهم، وقد مثلت البيانات الآتية إجابات هؤلاء الطلبة. طبعا احنا مثلنا هون، الآن مثلنا عن نوع الرياضة المفضلة لدى الصف الرابع ونوع الرياضة المفضلة لدى الصف الثالث. نوع الرياضة طبعا كتبناه، هم كانوا 19 طالب، ونوع والطلبة صف ثالث كانوا 16. الآن عندنا لازم أول قبل تمثيل البيانات بالأعمدة البيانية المزدوجة يجب أن نحوله أو ننظمه في جدول إشارات. وضعنا نوع الرياضة السباحة، كرة القدم، كرة السلة، كرة التنس. الآن لما عديناهم وجدنا أن السباحة 5، إذا نكتب 5، إحنا تعلمناها 1 2 3 4 الخمسة بالعرض. وجدنا كرة القدم 8 بهذا الشكل، 8 بنعملها 5 لحال و 6 7 8. وجدنا كرة السلة 4، 1 2 3 4، وكرة التنس 2. بينما بالنسبة للطلاب الصف الثالث السباحة كانت عندهم 5، 1 2 3 4 والخمسة بالعرض. كرة القدم عدناها 4، 1 2 3 4، والسلة 4، والتنس كانوا 3 طلاب بهذا الشكل. بعد التنظيم جدول الإشارات نذهب إلى التمثيل البيانية الأعمدة المزدوجة. الآن الأعمدة المزدوجة لازم نعمل عمودين، كل عمود بيكون بلون. بناخذ اللون الأخضر بنلون للصف الرابع باللون الأخضر بهذا الشكل، نعطي رمز أخضر، والصف الثالث لون أحمر بهذا الشكل. خلاص العمود الرابع رح نلونه بأخضر والعمود الثالث باللون الأحمر. الآن حنا بنذهب دائما هون بدهم كرة السلة، هاي كرة السلة 4، كرة السلة بالنسبة للصف الثالث 4، إذا العمودين رح يكونوا متساويين. طبعا إحنا بنعمل البيانات تحت بالخط الأفقي، تعلمناه في الدرس السابق. هاي العمود لصف رابع وهي العمود لصف ثالث متساويين في الطول لعند 4، إذا بهذا الشكل. الآن بالنسبة للتلوين رح نلون حسب ما أعطينا المربعات، رابع بالأخضر بنعمل هذا رابع بالأخضر، رابع بالأخضر، وخامس بالأحمر بهذا الشكل. إذن أصبح لدينا عمودين مزدوجين.
هون لو عملنا عمودين مزدوجين لكرة القدم، كانت الصف الرابع للثمانية والصف الثالث للأربعة، وكذلك التنس كان 2 بـ3، وكان عندنا السباحة مثل بعض 5، العمود طول 2 × 5 × 5. تمثيل البيانات 3. طبعا في هذا الدرس سوف نفسر بيانات ممثلة بنقاط مجمعة، ويمثل بيانات بنقاط مجمعة. إيش يعني النقاط المجمعة؟ هي طريقة التمثيل تكرار البيانات باستخدام النقاط، نستخدم النقاط وبنمثل على شكل خط أفقي فقط، والنقاط بتكون النقاط فوق الخط الأفقي زي خط الأعداد. مثال، نذهب إلى هذا المثال. عمل أحمد إحصائية عن عدد الأطفال في العائلات التي توجد في حي، فوجد كالتالي: 3 أطفال، العائلة الثانية طفلان، العائلة الثالثة 4 أطفال، وهكذا. وعمل الإحصائية هاي، طبعا أراد يمثلهم بشكل تمثيل البيانات بنقاط مجمعة. الآن عندنا النقاط هاي، وجد إنه الذي لم يوجد لديهم أطفال عائلتين، واللي عنده أطفال عائلة واحدة، اللي عنده طفلين 3 عائلات، اللي عنده 3 2 4 6 7، واللي عنده 4 2، واللي عنده 5 1. هذول عدد، طبعا عدد الأطفال هون، وهن عدد العائلات موجودة اللي فوق. نذهب إلى كتاب التمارين صفحة 72، التحدي الأول. في إحدى الدراسات سئلت مجموعة من الأشخاص عن عدد الدقائق التي يستغرقونها في تناول وجبة الفطور، وقد مثلت البيانات المستخلصة من إجاباتهم في الشكل الآتي: ألف، كم شخص يتناول فطورا في 5 دقائق؟ نذهب إلى 5 وبنعد كم شخص. 2 4 5، إذا 5 أشخاص، 5 أشخاص بيحتاجوا إلى 5 دقائق. ما عدم وجود نقاط فوق عدد 6 و7، إنه لا يوجد أحد، يعني لا يوجد أشخاص بيحتاجوا إلى 6 أو 7 دقائق. لا يوجد أشخاص، لا يوجد أشخاص. طب ماذا يعني وجود 6 نقاط فوق العدد 0؟ العدد 0 إنه عندنا 6 أشخاص ما بيفطروا أبدا، لا يتناولون أو لا يفطرون. طيب هل هذا شيء مؤشر جيد؟ لا، غير جيد، غير جيد. إنه لا يوجد أحد أشخاص. التحدي الثاني صفحة 72، أسأل طلبة صفي عن عدد ساعات نومهم خلال اليوم، ثم أمثل البيانات على الخط الآتي. طبعا إحنا تخيلنا إنه بنام 6 ساعات شخصين، 7 ساعات شخصين، 8 ساعات عدد، حطينا عدد، و9 والعشرة وال11 12 ما فيه. فنذهب إلى الأسئلة اللي هون. ما عدد ساعات النوم الأكثر تكرارا في الطلبة؟ طبعا 8 ساعات كان أكثر تكرارا، 8 ساعات. طيب ما عدد ساعات النوم الأقل تكرارا في الطلبة؟ كان أقل شيء اللي هي 11 ساعة. نذهب إلى تحدي 3، ارمي حجر النرد 12 مرة ثم أمثل النتائج التي أتوصل إليها مستخدما النقاط المجمعة. طبعا إحنا نرمي الحجر النرد، حجر النرد معروف من رقم من 1 إلى 6. طبعا رميناه 12 مرة هون ووجدنا إنه النقاط بالشكل هاي. طبعا بحكي لك، هل أي الطرائق تمثل البيانات الآتية لا يمكن استخدامها لتمثيل البيانات التي جمعتها؟ جدول إشارات، نعم نستطيع عمل جدول إشارات لهذه الخطوط المجمعة. طيب الصور، لا الصور لا. الأعمدة البيانية، نعم. الخطوط البيانية، نعم. الأعمدة المزدوجة، لا. والنقاط المجمعة، نعم. لماذا هذول 2 لا؟ الصور لأنهن أعداد، وما في نرسم شكل مثلا لو أشجار كان رسمنا شجرة، أشخاص نرسم أشخاص. الأعمدة المزدوجة بتحتاج إلى مجموعتين أو أكثر،